أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما الحكم في الذي يفطر على الدخان، وهل صيامه صحيح أو غير صحيح؟ وجزاك الله خيرا. هذا في الحقيقة ضر نفسه، دخان ضار، سم قاتل شر، فهو ضر نفسه بهذه المادة الخبيثة بعد عبادة عظيمة يفعل معصية، هذا لا يجوز، لا يجوز شرب الدخان، لا يجوز، حرام أبدا دائما، ولكن شربه عند الإفطار هذا أشد تحريم، لأنه بعد عبادة وبعد صيام ووقت استغفار ووقت توبة، على المسلم المبتلى بالدخان أن يتركه لله عز وجل وأن يتوب إلى الله ويتركه، خيرا له في دينه ودنياه، خيرا له في دينه لأنه يترك حراما طاعة لله عز وجل، وخير له في دنياه لأنه يحافظ على صحته ويتجنب المرض الذي يجلبه الدخان له. فالواجب على المسلم يكون عنده عزيمة ويكون عنده قوة ويترك هذه العادة السيئة القبيحة التي لا خير فيها. نعم.